بدأت التطبيق على مراحل، لأن في دورة للتعايف طبعا، والشركة كانت مستعدة من البداية لعملية التطبيق، والحمد لله يعني الأنظمة كلها كانت جاهزة ومهيئة، أنظمة الفوترة، أنظمة القراءات، العدادات، وبدأت بكل انسيابية الحمد لله يعني. طبعا بالنسبة للتعرفة الحمد لله يعني ما لها ذاك تأثير كبير على شرائح المجتمع يعني ذات الدخل المنخفض، يعني تم الاعتناء بالشريحة هذه يعني، فنسبة كبيرة منها ما راح تتأثر إن شاء الله مع التعرفة الجديدة. تقريبا هي نفس الشرائح، لكن حرص فيها الحقيقة على موضوع ترشيد استهلاك المياه، لأنه الحقيقة المياه عندنا في المملكة ثروة كبيرة جدا وتكلفة إنتاجها عالية، ويجب أن نحن نحافظ عليها كمجتمع سواء لنا أو الأجيال القادمة.